مرحبا فيكم متابعي صحيفة الوطن في ثاني مناظرة تنظمها الصحيفة للانتخابات النيابية. اليوم نلتقي بمرشحي الانتخابات النيابية في المحافظة الشمالية وتحديدا في الدائرة الثامنة اللي تتنافس فيها سيدة مقابل 7 من الرجال. اليوم نتعرف أكثر على مرشحي هذه الدائرة، مرئياتهم وتطلعاتهم تجاه القضايا المحلية. وقبل أن نبدأ المناظرة نريد أن ننوه أن الوطن وجه الدعوة إلى المشاركة لجميع المرشحين في هذه الدائرة. ورحب بالمشاركة كل من أستاذة سهى الغوزي وأستاذ عبد الحكيم الشنو، فيما اعتذر كل من عن الحضور عامر الرويعي لظرف صحي، أحمد الفرحان، عبد الله الذوادي وسلمان الشميري ويعقوب شويطر لظرف صحي وخالد المناصير لظرف طارئ. الحين خليكم معنا، راح نبتدي في هذه الندوة. وفي البداية راح ناخذ نبذة عن البرنامج الانتخابي حق المرشحة أستاذة سهى الغوزي والمرشح الأستاذ عبد الحكيم الشنو. في البداية أستاذة سهى نبتدي فيك، نبي نبذة في خلال 3 دقائق تكلمينا عن شنو برنامجك الانتخابي، شنو مرئياتك في الانتخابات النيابية. معاج سهى يوسف أحمد عبد الرحمن الغوزي، أنا مترشحة في دائرة 8 الثامنة المحافظة الشمالية، وهذه أول مرة أترشح كمستقلة. وبرنامجي الانتخابي في عدة ملفات، الملف السياسي اللي هو يعني أنا بذكر كل ملف وأهم نقطة فيه. الملف السياسي هو أحد النقاط اللي في الملف السياسي تعزيز المنظومة التشريعية، اللي هي أحدهم تعديل على اللائحة الداخلية لاستعادة صلاحيات مجلس النواب. عندش الملف الاجتماعي، عندنا مثلا عن المرأة، عن الطفل، عن كبار السن، عن ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه كلهم عندهم يعني في مملكة البحرين ولله الحمد احنا عندنا استراتيجيات وطنية لكل فرد من أفراد الأسرة. فملفي الاجتماعي هو قائم على حاجيات الأسرة ومتطلباتها. احنا نأمل أن يكون إن شاء الله بيكون واحدة من مطالبنا أن هذه الاستراتيجيات الوطنية يوضع لها قياس للأثر، ويكون لها قياس المعايير ممكن تقاس يعني، والسياسات إن أو المشاريع هذه لما تنفذ يصدر عليها تقارير دورية بالإنجازات يعني، هذه عشان تكون يعني معلومات شفافة للمجتمع وتساعد المجتمع المدني كذلك عشان يكونون في شراكة مع برنامج عمل الحكومة. عندك الملف الاقتصادي، طبعا احنا بنتطرق فيه بعد شوي بنتكلم عنه، والملف الخدماتي كذلك في بعض المحاور بنتكلم عنهم. احد المحاور اللي ما بنتطرق عليهم محور خدمات صحية. محور الخدمات الصحية أنا يعني بس على عجالة أقول إن هناك كثير من في تقارير سابقة لديوان الرقابة المالية هناك تجاوزات كثيرة في وزارة الصحة. نأمل إحنا لما ندخل إن شاء الله مجلس النواب راح نتطرق على هذه، خصوصا في بعض الأشياء اللي دائما متكررة كتجاوزات اللي هي عن الأدوية في وزارة الصحة. فإحنا نأمل أن يوضع هناك يعني خلينا نقول آلية لمعرفة أساس المشكلة عشان تحل، يعني ما يكون عندنا سياسات ردة فعل كثر ما هي لازم تكون سياسات وخطط استباقية قبل يعني الأحداث لا تدهور ويعني تضر المواطن في تقديم الخدمات له. وإن شاء الله نتكلم عن المواضيع بعدين إن شاء الله. معك الحين ننتقل معك أستاذ عبد الحكيم، بالنسبة لك أنت شنو أهم الملفات اللي راح يعني تتطرق لها في برنامجك الانتخابي؟ شنو الأهم الملفات اللي راح تتبناها لما تخوض مثلا انتخابات وتفوز بالمقعد النيابي؟ أولا في الحقيقة احنا يعني صاحب الجلالة سيدي حفظه الله أرسى دعائم المشروع الإصلاحي من خلال دستور وميثاق العمل الوطني،
واللي يحوي في مضامينها الكثير من المبادئ والقيم النبيلة. قد يكون هناك عدم تجسيد حقيقي لبعض المواد في الدستور أو تنفيذه، ولكن أنا خطتي تنبني على أن احنا نبث روح التفاؤل بين أطياف المجتمع من خلال الخطة اللي أنا وضعتها. تمس ملفات كثيرة الحقيقة، قمت بدراسة العديد من الملفات من ضمنها التقاعد والعاطلين عن العمل وبعض القطاعات في الدولة اللي لم يتم تفعيلها، والكثير من الأمور اللي تمس الحياة المعيشية للمواطن. ولذلك أنا رأيتي يعني هي الوصول إلى تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن، والحفاظ على اكتساباته والأجيال القادمة، والحفاظ على هويته من خلال اقتصاد قوي وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة وبث روح التفاؤل للمجتمع. ولكن بالطبع هناك رسالة من خلال خطتي، هذه رسالة تعتمد على المصداقية وإعادة بناء الثقة. كلنا ندري أن احنا قد يكون هناك شوية انقسام في مصداقية المجلس النيابي، أو أن يكون هناك شوي انقسام بين الشعب والمجلس، وإحنا هذه الفجوة علينا أن احنا نقلص هذه الفجوة ونرد ثقة المجلس في الناس وثقة الناس في المجلس. ولذلك هناك مقومات أساسية ترتكز عليها الخطة لا يمكن الاستغناء عنها من أجل تحقيق الأولويات القادمة للسنوات القادمة وتحقيق طموحات المواطن وأولوياته وحياته المعيشية، وأيضا بالرؤى إلى اقتصادية البحرين 2030. هناك ركائز لا يمكن تحقيق وبناء الثقة وبث روح التفاؤل بالكلام أو الشعارات. هناك مقومات ترتكز عليها هذه المصداقية، ولذلك تعزيز الكفاءات في مؤسسات الدولة والمجالس الوطنية راح تبقى أولوية قصوى في المرحلة القادمة، إذا ما بقينا أن احنا نحقق رؤانا وطموحاتنا كشعب وأيضا طموحات الوطن في الوصول إلى 2030 من أجل بلد مزدهر. ولما أقول مزدهر يعني ازدهار المواطن بالإضافة إلى ازدهار البلد في كل الجوانب الأخرى. أيضا كفاءات، نحتاج إلى كفاءات في مؤسسات الدولة إلى ترجمة يعني مسامحة بقاطعك، بس هذه الأمور كلها بنتطرق لها مثل ما يقولون نقطة نقطة ونأخذ تفاصيلها. نبتدي معاك أستاذة سهى، أنت سيدة صاحبة خبرة في الموارد البشرية ولك باع طويل في الموارد البشرية وصاحبة مجلس النسائي من 2015. دور هذه الخبرة اللي عندك شلون راح تساعدك في طرح أهم القضايا المحلية خاصة في موضوع البطالة؟ أوكي، طبعا من خلال خبرتي، أنا عندي خبرة طويلة في الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية أكثر من 30 سنة يعني، ومن خبرتي كذلك في العمل التطوعي اللي هو مجلسي الثقافي النسائي في مدينة حمد. طبعا قربي من الناس، على فكرة هو نسائي لكن أنا كذلك أستقطب رجال متحدثين وكذلك رواد في مجلسي من عنصر رجالي. من قربي إلى الناس خلينا نقول كنت قريبة لمعرفة المشاكل اللي موجودة عند الناس والمعضلات اللي يواجهونها. فكان المجلس يطرح قضايا كثيرة، قضايا في الطب، قضايا في الثقافية، عن التعليم، عن كثير أمور يعني هي استفادة من المعنيين من الجهات المعنية عشان نعرف شنو الموجود، شنو حقوق المرأة، شنو حقوق الرجل، شنو حقوق الأسرة، وشنو واجباتهم كذلك. الحين بالعودة إلى سؤالك عن البطالة، نعم أنا عندي يعني البطالة ملف جدا مهم بالنسبة لي، ويعني ومن أحد العناصر اللي موجودة في برنامجي الانتخابي. يعني عندك إحنا البطالة أنا أراها إن مخرجات التعليم
مع أن إحنا عندنا 100 سنة البحرين فيها تعليم، ما زال يقول لك ما زال هناك يعني مخرجات تعليم لا تؤهل الطالب لدخول سوق العمل، معناته هناك مشكلة في التعليم. فإحنا لازم في المجلس التشريعي نشوف تنفيذ برامج عمل الحكومة في وزارة التعليم، اللي هي شنو؟ تطوير المناهج، تطوير طرق التعليم، تطوير التعليم العالي، البحث العلمي، تطوير العاملين، المدرسين، الإداريين، التعليم كذلك نركز على التعليم الفني المهني، تطوير طبعا جودة التعليم في القطاع الخاص والعام. فعندنا هذه بالنسبة لي خلينا نقول وزارة التربية والتعليم. هناك كذلك الكفة الأخرى المسؤولة هي وزارة العمل. وزارة عمل عليها أن تصدر يعني معلومات إحصائيات عن عدد العطالة، عن عدد اللي توظفه، وعن احتياجات السوق بالتعاون مع الشركاء الآخرين سواء كان في القطاع الخاص، كل القطاعات يعني في الخاص وفي العام. تمكين عندك شيء وايد مهم، مشروع هذه يعتبر مشروعي في برنامجي الانتخابي هو مراجعة مشروع إصلاح سوق العمل. لازم نعرف إحنا من تكون هذا المشروع إلى الآن، شنو مخرجاته، شنو التحديات اللي واجهها، عشان ما قاعد يحقق إحنا يعني عامة ما قاعد يحقق أن يجعل البحريني هو الخيار الأول. وهذه هو يعني الهدف من هذا المشروع. فعندنا التقرير الاقتصادي الأخير لعام 2022 في الفصل الثاني يقول لك ان هناك ارتفعت نسبة التوظيف. طيب 4.3 في الخاص ارتفعت النسبة، 3.2 في العام ارتفعت النسبة في التوظيف. زين، هذه على حسب مبادرات الخطة لسوق العمل من 2021 ل23. خطتهم أنهم يوظفون 20,000 بحريني، وفي الربع الأول من 2022 تم توظيف 71%، يعني 14,000. طيب إحنا هناك تسائل، أنت نعم وظفت 71 و 14,000، لكن هناك متخرجين من المدارس اللي ما التحقوا، في وايد متخرجين بالآلاف لا يلتحقون بالجامعات يبحثون عن عمل، هناك متخرجين بالآلاف من الجامعات الخاصة والحكومية، هناك ناس يعني قعدوا فوق 3-4-5 سنوات يدورون على عمل ولحد الآن لم يحصلون عليه. فمعنات هناك مشكلة. فإحنا نتمنى أن يكون هناك تعاون من الجهات لدراسة هذا الموضوع، يكون هناك مرصد وطني يشوف هذه المواضيع اللي هي العطالة والعاطلين عن العمل والأسباب الحقيقية وراء ذلك. يعني فيعني من الحلول اللي أنا أطرحها أن الوظائف في بعضها المفروض تقتصر على البحرينيين، يعني توطين الوظيفة. مثلا عندنا مدير الموارد البشرية المفروض يكون بحريني، يعني في تجارب في دول شقيقة عندنا وناجحة جدا في توطين الوظائف. وبعدين لا نقول أنه بيكون هناك نقص في التخصص، هذه جامعات البحرين كلها عندها كل التخصصات، وإحنا نحتاج مثل ما قلت مساعة تعليم فني وفي المهارات. يعني غير كذي واحدة من الحلول اللي أنا أطرحها إن إحنا نزيد نسبة البحرنة في القطاعات. فمثلا عندك أي قطاع يكون هناك فيه نسبة للبحرنة، يقول لك مثلا 10% في قطاع معين، فأنت إذا عندك 50 موظف 10% بيصير لك يعني 5 موظفين. طيب هالموظفين هل هو بيكون السايق واثنين يعني فراشين واثنين حراس؟ احنا ما نحتاج نزيد نسبة البحرنة فقط، احنا نزيد نسبة نوعية التوظيف، يعني على حسب مستويات الوظيفية بدءا من المستويات الصغيرة إلى الكبيرة. هذه يعني أحد الحلول اللي إحنا نطرحها إن شاء الله إذا وصلنا مجلس النواب. أستاذ عبد الحكيم، أنت اخترت شعارك الانتخابي ودائما تكرر حتى الحين لما شرحت أن المصداقية وإعادة الثقة. أنت تحس أن هناك مثل ما أقول عدم الثقة، ثقة الناس
مجلس النواب خصوصا الفصل التشريعي الأخير قلت وأنت داخل عشان تعيد الثقة، وكيف بتعيد الثقة؟ السؤال جدا وجيه. بالفعل احنا في الآونة الأخيرة خلال خمس فصول تشريعية طافت 20 سنة، يعني احنا نتكلم قد بدأ المجلس شوي قوي وتضعضع مع الفصول التشريعية متتالية، يعني وصلنا لحد أن كثير من الناس فقدوا الثقة في المجلس النيابي، وأنا بدوري إن شاء الله إذا الله وفقنا الوصول هناك نعيد بناء الثقة بين الشعب والمجلس. ولكن هذه إعادة بناء الثقة يعني تعتمد على ركائز ومقومات أساسية، لابد من مؤشرات، لابد من رسائل طمأنة للشعب، لابد من جهود وأفعال. أسأل، تعتقد أن الرسائل الكلام المطمئن هو اللي راح يعيد الثقة؟ طبعاً أكيد الرسائل المطمئنة يعني نلحق بها جهود ومساعي. هناك مؤشرات جداً يعني ممتازة من قبل سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، في مثلاً يعني الفيزا المرنة، ألغى فيزا المرنة. هناك كفاءات شابة التحقت في بعض الوزارات قادرة على احتواء المواقف وطرح البديل والخيارات الأخرى والإبداع والتميز. هذه النوعية من الكفاءات اللي احنا نحتاجها في المرحلة القادمة، وأعتقد أن الحكومة تعي هذا الشيء، وأعتقد أن الحكومة القادمة إن شاء الله بعد تأسيس مجلس النواب القادم راح تكون هناك مفاجآت كبيرة. طيب، لإعادة الثقة الناس محتاجين هالفترة إلى حلول القضايا المهمة. طبعاً. مثلا الحين مثل ما ذكرت السادة سهى تطرقت إلى بعض الحلول لملف مهم جدا في البحرين هو ملف البطالة. أنت بالنسبة لك شنو الحلول اللي وضعتها لملف البطالة وهو من الملفات الساخنة؟ يعني شوفي، ملف البطالة بالفعل مثل ما ذكرتي وأنا أتفق مع أستاذتنا القديرة سهى القوزي في ما طرحته، ولكن أضيف عليها أيضا الملف العطلين عن العمل يمس الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وأنا أشدد على هذا المحور أن ملف العطلين عن العمل يمس الأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وإن شاء الله أن احنا يعني ما تكون هناك تداعيات لهذا الملف في المستقبل من خلال طرح الـ يعني الخطط. انا عندي جدا خطط جدا يعني طموحه في هذا المجال. هناك قطاعات ما زالت مغيبه في الزراعه والثقافه والسياحه. احنا لو نروح لاقرب الدول، مصر مثلا يمكن نص الشعب يشتغل في السياحه. احنا اعداد يعني تنعد بالأصابع اللي يشتغلون في الثقافة والسياحة والسوالف هذه، مع أن احنا دولة سياحية، دولة تحيطنا البحار. هناك الكثير من الطموحات أنها يعني تعزيز السياحة في مملكة البحرين، تحويل نقاط ضعفنا احنا كدولة مثلا صغيرة في المساحة، ولكن هذه أنا أعتبرها نقطة قوة. احنا نقدر نحول البلاد إلى يعني واحة زراعية، واحة استثمارية جيدة لاستقطاب مثلا السياح. أيضا هناك يعني مشروع أنهما يعني يكون هناك 5 جزر من المفترض أن هي تنشأ في المستقبل القريب، المطروحة على خطة الدولة. ولذلك أنا اقترح أن يكون أحد هذه الجزر مدينة صناعية، أنا حتى الاسم حطيته لها Inspiring City، المدينة الملهمة تجمع لك جميع المناطق السياحية في البحرين وتركزها في جزيرة تكون شمال البحرين، ويكون مطار البحرين قريب منها، ويكون مركز جمركي هناك لها مقومات مختلفة عن جميع مناطق البحرين. نقدر نحتوي فيها حتى التأشيرات العمل، نقدر نحتوي فيها مصانع عالمية، نستقطب مصانع عالمية من خلال يعني المميزات اللي راح نوفرها في هذه المدينة. هناك الكثير من من المصادر اللي احنا نقدر نوفرها لتوفير فرص عمل للعاطلين. انا اليوم يعني
في الحقيقة أستقرب أحيانا مثلا علاوة العمل لتعطى للعاطلين، هناك علامات استفهام كبيرة، هي نقطة انتظار لأي متخرج من الجامعة، هي نقطة انتظار على أمل أنه يلتحق بالعمل مستقبلا، ولكن قد يكون هناك بعض التساؤلات في هذه العلاوات، في ناس تحصلها في ناس ما تحصلها. أنا أعرف ناس عندهم ماستر ومتفوقين على مستوى المملكة ما يحصلون علاوات، لكن يحصلون مسجات أنهم تم استقطاع العلاوة لأسباب هو أصلا ما حصلها في أساسا. يعني هناك الكثير من المحاور في هذه الذي، ولذلك أنا ركزت على الأمن الاجتماعي والاقتصادي في هذا المحور. أيضا احنا نقدر نقول ان من خلال يعني الماده في الدستور 13 اللي تقول لك ان على يعني حق المواطن في الحصول على وظيفه وعدم يعني اجباره في نوعيه الوظيفه. ايضا لما احنا نروح على وزاره العمل ويقول لك انت تشتغل، انا عندي ماستر تشتغل في كوفي شوب ويتر تبي زي ما تبي، دي هذا خلاف حق الدستور، هذا خلاف حق مواد الدستور اصلا. انت شلون انا اصلا انا دارت في يعني مدرسه خاصه وهذه الدراسه كلفت مبالغ كبيره على العيله، وقد يمكن اقترضوا هذه المبالغ عشان انا اخرج اطفالي وابنائي لي. بالاخير انا اشتغل ويتر، انت خرجت ماستر. ولذلك مثل ما تطرقت استاذتنا سهل غوزي، هناك سوق العمل أيضا لازم نركز عليه، مخرجات التعليم لازم نركز عليها في المرحلة القادمة، ما تتطلبه المملكة من أعمال وقطاعات مختلفة في السنوات القادمة. هناك الكثير، لا أحد يقول لك إن لا ما في وظائف. طيب ما هو الخلل مثلا إن شخص متخرج من تخصص معين الوظيفة اللي تتوفر له مثل ما نقول مغايرة عن هاي التخصص اللي هو فيه، هل تعتقد أننا محتاجين إلى دراسة سوق العمل وشنو احتياجات سوق العمل ومن بعدها يعني نعرض التخصصات المطروحة في الجانب الأكاديمي؟ بالضبط بالضبط، هذا سوق العمل، سوق العمل هو المحور اللي احنا لازم نعتمد عليه في السنوات القادمة، طلبات سوق العمل شنو. لكن هل احنا اجدنا يعني متطلبات ايضا المواطن والخريج من خلال التعليم العالي اللي تخرجه؟ لا، لازم احنا نكون نركز على التخصصات اللي احنا يعني المطلوبه في السنوات القادمه. شكرا استاذ. نرجع لك استاذه سهى، بما انك انت المرشحه الوحيده من العنصر النسائي في هاي الدائره، أكيد أنت قبل تدشين هاي المعترك الانتخابي درست المنطقة، درست حظوظ المرأة في المنطقة، فكيف ترى حظوظ المرأة في هاي المنطقة خاصة أن أنت المرشحة الوحيدة فيها؟ أنا قلت لك حظوظي سئلي أستاذ عبد الحكيم. لا أنت أكيد دراستك منطقة، مثلا أكيد لما ترشحتي سويت دراسة تقييم، فأنت يعني سواء لك أو لغيرك، سواء كسهى السادة سهى موجودة أو مثلا بعد فترة ممكن شخص آخر أو سيدة أخرى تكون موجودة، هذه المنطقة تحسين للمرأة لها حظوظ في النجاح؟ طبعا، لأن منطقة ناس مثقفة وواعية ويعني فكرها متقدم وتؤمن يعني عندها إيمان قوي بمساهمة المرأة في المجتمع. غير كذي كلنا يعني عندنا احنا هذه الايمان بميثاقنا ودستورنا اللي اعطى المراه الحق ان هي ترشح وتنتخب، كذلك يعني تترشح وتنتخب، فهذه حق سياسي للمراه والرجل يعني. وانا اشوف يعني انا اثق بنفسي كامراه ان انا قادره، انا ما تقدمت الى
ترشح لمجلس النواب إلا لأن أنا واثقة جدا من قدراتي اللي ممكن أنا أؤديها في مجلس النواب. هل مثلا تم مثلا هناك مطالبات أو شيء إنك ما تكوني أنت راح حظوظك خفيفة في المنطقة أو مضايقات أو؟ لا أبدا ما في مضايقات، يعني أنا محظوظة وما شاء الله يعني المنطقة كل المترشحين مثل ما قلت لك ناس واعية وناس لها مراكز علمية ثقافية وسمعة طيبة، فما عندنا الحمد لله في منطقتنا أي شيء من هذا القبيل، التنافس الغير شريف اللي يسمونه مثلا، الحمد لله هذه واحدة يعني. ومثل ما قلت لك يعني هذه يعني ما شغل أكثر يعني إن شاء الله نشوف الحظوظ، يعني ليش لا، يعني احنا مجلس النواب صارت رئيسة مرأة، فيعني لا تعني ان حظوظ المرأة في هذه المنطقة وهذه المنطقة فيها مثلا جمعيات معينة او لا ابدا ابدا. هل تعتقدين ان المرأة محتاجة حاليا الى الكوتا ولا خلاص طفنا هذه المرحلة؟ لا انا لست مع الكوتا ابدا، انا لست مع ان يكون هناك اصلا عدد معين من النساء في مجلس النواب او اي مؤسسة عموما في القطاع الخاص او العام. هو انا اؤمن جدا ان الكفاءه هو اللي المفروض يقعد على هذا المنصب في اي منصب كان، سواء كان في مجلس النواب او غيره، الكفاءه سواء رجل او امراه. فانا لا اميل لا لاني كوني امراه ان انا اميل الى المراه ان لا لازم تكون مراه موجوده وهناك كوتا، ابدا. انا ارى ان الكوتا تظلم المراه، احنا عندنا قدرات قوية ما شاء الله وفي العنصر النسائي، وكثير منهم يعني تقدموا للترشح هذه السنة، وكنا نتمنى أكثر من المثقفات والمتعلمات واللي عندهم شهادات أكاديمية وعلمية، وكان بإمكانهم أنهم يعطون، وإن شاء الله في السنين الجاية بعد يصير هناك ترشح ويعني عندهم القابلية أنهما. طيب كيف تقرأين أن هذا يعني ممكن هاي الموضوع ولا أكثر من جانب، بس كيف تقرأين أن العدد هل هالسنة العدد العنصر النسائي أكثر من السنوات السابقة بكثير، وفي مو أي عنصر نسائي، عنصر نسائي كل إنسان يعني كل شخص له مكانته الاجتماعية لمكانته الثقافية، فكيف تقرأين هذه الموضوع على مستوى الانتخابات، خاصة أن هذه الانتخابات مثل ما قلنا العنصر النسائي داش بقوة مثل ما يقولون، داش بعدد كبير. نعم يعني إذا تبين أقيم الوضع عموما للعنصر النسائي، هناك شابات صغيرات اللي عندهم هالطموح في التغيير، وهذه جدا جميل يعني ما شاهدناه من قبل، إن على صغر سنهم وعلى قلة خبرتهم، ولكن عندهم إيمان إنهم قادرين على التغيير. يعني أنا مثل ما قلت لك أنا عندي مجلس، فأستقطبهم ونشجعهم فنستمع لهم ونشوف إن فعلا عندهم رأي وعندهم يعني خطط بينفذونها في البطالة، في الإسكان، في كثير من المحاور عندهم. وفي نفس الوقت هناك سيدات كذلك حملت شهادات دكتوراه وعندهم خبرة طويلة، وهذا شيء جميل. مجلس النواب يحتاج إلى التنوع، يحتاج إلى التنوع سواء رجال أو نساء، يحتاج إلى التنوع في الناس اللي عندها العلم والثقافة والخبرة في كل مجال عشان يقدرون يكملون بعضهم. لا تنسين أن هناك كثير من اللجان في داخل مجلس النواب، ففي ناس عندها قوة في الأشياء الخاصة بالشؤون الاجتماعية، في الشؤون الخدماتية، في الشؤون المالية، فتواجدهم كلهم مع بعض يكون قوة. ولذلك أنا راح أشير إلى أحد مثلا معوقات اللي خلينا نقول معوقات مخرجات مجلس النواب اللي أنا أتمنى أن احنا باستطاعتنا أن احنا نغيره، شروط الترشح، شروط التقدم للترشح اللي هو أن يقرأ أو يكتب. بالنسبة لي لا أجدها أبدا مناسبة لمملكة البحرين اللي وصلت التنمية البشرية عندها جدا مرتفعة، يعني الكثير من مواطنينها
نسبة كبيرة من مواطنيها حملت شهادات عليا، فيقرأ ويكتب يمكن هذه تصلح حق الخمسينات والستينات والسبعينات، ممكن في ذاك الوقت اللي كانوا يقرون ويكتبون كانت عندهم ثقافة سياسية، لكن الحين في هذا العصر احنا بحاجة بصراحة إلى ناس حملت شهادات مثقفة وعندها خبرات تعرف تتعامل داخل المجلس وخارج المجلس، عندها دبلوماسية خارج مملكة البحرين تمثل بلدها بثقافة بلغة تفهم تتفاهم. فأنا أؤمن أن هذا الشرط جدا يبخس يعني حظ الحظوظ للناس الكفاءة للدخول بصراحة. يعطيك العافية أستاذ سهى. الحين برجع لك أستاذ عبد الحكيم. يعني أستاذ أنت عبد الحكيم كنت رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية سابقا، وأنت لك اهتمام بالشأن الرياضي، شو اللي دفعك أنك تخوض هذا يعني تخوض المعترك الانتخابي وأنت شوية مهتم بالجانب الرياضي أكثر؟ بالفعل هو يعني أنا تقاعدت في سن في عز العطاء الحقيقة، وما زلت أعطي وما زلت أنجز، وكان لي يعني الكثير من الجهود مو بس الرياضة، أيضا مبادرات كثيرة في السلام الدولي والأمن الدولي وتعزيز الصداقة عبر الرياضة وتعزيز العلاقات الدولية وكذلك. فأنا يوم تقاعدت وجدت نفسي أن أنا أقدر أعطي أكثر من خلال هذا المجلس النيابي، من خلال المصداقية اللي أتمتع فيها، وهذه المصداقية الحقيقة هي شهادة دولية، وأنا ما بقول أنا ولكن هناك الكثير من الأوسمة والشهادات الدولية على مستوى مجلس الأمن، على مستوى الأمم المتحدة، على مستوى العالم شهدوا بالكفاءة البحرينية. الكفاءة البحرينية أثبتت جدارتها على المستوى الدولي والقاري، ومو غريبة علينا أن احنا لما يعني ننضم للمجلس النيابي ويكون عندنا عطاءات وخيارات بديلة، لما تشوف بعض المسؤولين مثلا في الدولة قد يكون ما بقول أنهم مو بكفاءات ولكن خياراتهم وحيدة، ما زالوا يفكرون ضمن صندوق ضيق وخيار وحيد، وما بيذكر الخيار هذه الكل يعرفه. هناك خيارات كثيرة، هناك كفاءات كبيرة في البحرين، إذا ما عززناها في مؤسسات الدولة وما عززناها في المجلس النيابي والمجالس الوطنية المختلفة ما راح تمشي عجلة التنمية. ما هو نصيب الملف الرياضي من برنامجك الانتخابي؟ أيضا الملف الرياضي هناك الكثير من الطروحات، ولله الحمد يعني احنا مسموعين من سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد بن حمد الله يحفظهم، وهم دائما يسعون الى تطوير القطاع الرياضي. انا دخلت من خلال خطتي هذه الرياضة السياحية وتطوير الاداء الاعلامي في الرياضة وتطوير المهارات. احنا قد ننتقص شوي في بعض المنشآت، ولكن انا من خلال الخطة اللي اطرحتها خطة جداً طموحة، وقد يكون مشروع الإنجاز هذه سميتها مشروع الإنجاز، نحن نكون يعني ننسجم مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، نوصل ل 2030 يكون احنا مكتفين من المنشآت الرياضية، نستمر على استهداف الإنجازات الدولية من خلال يعني من أين تؤكل الكتف. هذا احنا اللي احنا قاعدين نسويه الحين، ولكن نتمنى ان هناك تكون استراتيجيات واسعه ويكون قطاع الشباب والرياضه ضمن استراتيجيه الدوله 2030. ولذلك انا يعني اثق في القيادات الرياضيه في مملكه البحرين على راسهم يعني سمو الشيخ ناصر، له رؤيه واحنا جميعا يعني نستمد القوه منه ونستمد الطموح منهم. فهناك الكثير من يعني المحاور المتعلقة في تطوير الرياضة في البحرين. خلني أقول لك مثل واحد، يعني إحنا مثلاً القناة الرياضية في مملكة البحرين، أنت تصوره يعني يمكن التكاليف اللي يصرفونها على قناة رياضية، يمكن معلق واحد لمباراة
قد يرفع أسهم هذه القناة وينزلها للأرض معلق واحد إذا كان في المستوى الاحترافي. إحنا متغيبة عنا أمور كثيرة في الإعلام الرياضي خصوصاً. المنشآت إحنا معذورين لأن إحنا يعني هناك في توازن شوي في مصروفات الدولة وقد نعذر، ولكن قطعت شوط في الجانب الرياضي وفترة الأخيرة في نشاط رياضي في محافل دولية، لأن إحنا طبيعة الحال يعني ما إحنا يقولون لها وجود صار بشكل واضح. الإنسان البحريني بطبعه طموح ومنجز. نعم. إحنا نعرف كيف تؤكل الكتف. طيب من أين تؤكل الكتف؟ الملف الرياضي له نصيب من برنامجك الانتخابي. طيب ما هو أهم محور في برنامجك الانتخابي؟ يعني أنت لك الجانب الرياضي، لك شق في الجانب الرياضي، فممكن بياخذ هل الملف الرياضي ياخذ الحجم الأكبر في هذا الملف أو هناك ملف ملفات أهم؟ وشنو هذه الملفات الأهم اللي عندك باستثناء البطالة والتقاعد؟ هذه الملفات مثل ما نقول متكررة أو المشتركة بين جميع المرشحين. طبعا أنت يعني لخصت الأمور، البطالة والمتقاعدين والإسكان أيضا، هذه كلها أولويات قصوى. فأنا يعني إذا بقيم خطتي للشباب والرياضة هي مجرد مقترحات، وأنا يعني نؤمن أن قياداتنا الرياضية يسمعون لنا وطموحهم يوازي طموحنا إحنا، ولكن للتذكير وطرح أفكار جديدة وطرح تميز جديد في القطاع الرياضي. ولكن لا شك أنا عندي لا التقاعد والحياة الكريمة للمواطن والإسكان والعطلين عن العمل خصوصا يعني شيء أولوية قصوى. أما باقي القطاعات مثل السياحة والثقافة والزراعة والتعليم أيضا مثل ما ذكرت ذيك، هذه يعني موضوع جدا كبير متمحور على عدة محاور، لأن التعليم مثل ما ذكرت الأستاذة سهى يعني هو أساس تحضر الدول، أساس مستقبل الدول، هو صلب يعني صلب المستقبل أو هو الصورة اللي تعكس مستقبل الدولة في أي دولة، لأنه هو تتفرع منه المواهب، تتفرع منه الأبطال والبطلات، يتفرع منه التوجهات، كل تلميذ تتفرع منه، حتى يعني يمس التعليم في أبسط الأمور. في ولذلك ذكر سمو الشيخ ناصر في أحد المحاور في أحد المناقشات أن التعليم ساعات مدة التعليم يعني لا يقارن بجودة التعليم. إحنا ما نفكر في ساعات التعليم بقدر ما نفكر في جودة التعليم ومخرجاته، وهذا بالفعل إحنا اللي محتاجينه في الفترة القادمة. هو التعليم مثل ما يقولون التعليم هو أساسي للمجتمعات، يعني بالتعليم هو نتطور نتثقف نحسن مستوانا المعيشي، فالتعليم هو عنصر أساسي لتطوير المجتمع ومثل ما يقولون تحسين المستوى الاجتماعي. الحين بنرجع للأستاذة سهى، بما إحنا راح ننتقل من ملف التعليم وعلاقته الوطيدة بجميع الملفات في أو القضايا المحلية، أنت يعني بدينا في البداية قلنا أن أنت صاحبة مجلس نساء ويحضرون الجانب يعني الرجال في هذا المجلس، بس ما هي أكيد أنت وايد يعني تم طرح العديد من القضايا مثلا اللي تهم المرأة أو الهموم اللي تهم المرأة، شنو أهم الملفات النسائية اللي أنت مثل ما يقول أهم ملف نسائي أنت لما بتدشين المجلس النيابي راح تتبنينا بكل قوة وتحاولين أنك تحققين خطوات أو نجاح أو قرارات في هذا الجانب؟ في كثير ملفات نسائية إحنا لازم نتطرق لها بصراحة، يعني إذا بعددها كثيرة، عندك مثلا ملف المعلقات، للأسف لا يلقى اهتمام من الجهات المعنية في حله. عندنا ملف المطلقات بالنسبة للسكن مثلا، عندنا غير كذي يعني مثل ما قلت لك أنا ملفي الأسري كامل. الأسرة يعني ليس مو قائمة على المرأة فقط أو على
يعني الأم أو الأب أو المرأة أو الرجل. ملف الأسرة البحرينية هذه كامل مثل ما قلت لك سابقا جدا مهم. فإحنا لما ناخذ واحد من هذه الأسرة المرأة مثل ما تفضلتي، إذا لم أوفر للمرأة الاستقرار المالي النفسي، لم أوفر الاستقرار للأب كذلك الأب رب الأسرة، لم أوفر الاستقرار كذلك للشاب أنه مثلا يقعد عاطل عن عمل لفترة طويلة، هذه كلها تأثر في المواضيع، مما تأثر بعدين نشوفها تأثيرها سيء في يعني إذا أنت عندك أسرة غير مستقرة بتكون نتائجها واضحة مثل ما قاعد احنا نشوف في العنف المدرسي اللي في المدارس اللي قاعد يصير، التنمر، هذه كلها لأنها هناك عنف ومشاكل عائلية. فإحنا نتمنى من مجلس الأعلى المرأة يركز فعلا على موضوع التثقيف العائلي قبل الزواج، أثناء مرحلة الزواج، التثقيف حتى في المدارس والمناهج عن أهمية الأسرة، عن أهمية الاستقرار الأسري، عن أهمية احترام كل طرف يحترم الثاني. لذلك أنا فعلا اهتمامي عشان أوفر للأسرة حياة كريمة اهتمامي ملف اقتصادي جدا، يعني هو الملف عندي من أهم يعني الملفات. نعم اللي هي مثل ما ذكرتي أن استقرار أسري. الأسرة أسري أساس. نعم. مثلا تحسين المستوى، مثل ما أقول تحسين المستوى المعيشي، مو فقط تحسين المستوى يعني أنت تخيلوا أسرة من يعني تخيلي. نعم. من أسرة من أربعة أولاد، أم وأب مثلا وأربعة أولاد، هذه خمسة، لحين هو ساكن مع أبوه ينتظر سكن 20 سنة، هذه مشكلة. طيب ما هي الحلول مثلا هذه الإشكاليات الأسرية؟ مثلا لنتطرق إلى الملف الإسكاني، ما هي الحلول اللي راح تضعها أستاذة سهى لحل هذا المشكلة؟ الحلول لازم إحنا نراجع يعني فترة طويلة. إحنا لازم نراجع التشريعات الخاصة في وزارة الإسكان. قامت وزارة الإسكان حركت ملف الإسكاني مؤخرا، وحركة جدا احنا نبارك لها، لكن لازم هناك مراجعة للملفات اللي خلينا نقول معطلة للخدمة الإسكانية، اللي هي مثلا سن الاستحقاق لازم يتغير، عندنا مثلا التوزيع بالأقدمية، الاستقطاع لازم يكون عادل، عندك شنو عندنا بعد المستفيدين لازم هذه بعد يتغير، لأن أنت في الدستور مكتوب قايل لك إحنا يعني وحدات أو نقدم الخدمة الإسكانية لذوي الدخل المحدود مثلا. طيب أنت حين وزارة الإسكان عندها يعني تتعامل وتتشارك مع القطاع الخاص، إحنا لازم نحمي ذوي الدخل المحدود أو المستفيدين من الخدمة السكانية أنه ما يتحمل دفع فوائد الشركات هذه الخاصة اللي بتسوي لنا الخدمات السكانية، لأن حسب الدستور هي موفرة لذوي الدخل المحدود، فإحنا لازم نحمي ذوي الدخل المحدود من التضرر من ارتفاع أسعار الخدمات الإسكانية. ففي بعض التشريعات اللي احنا بحاجة إلى تعديلها وتغييرها. في شيء ثاني مثلا وزارة الإسكان عليها أنها تعيد لما تصمم الوحدة السكنية لازم تأخذ في الحسبان شلون المجتمع البحريني أو الأسرة البحرينية، هل هذه يناسب حياة الأسرة البحرينية، طريقة معيشتها، حجم هذه الوحدات السكنية؟ وهذه ما أنا جايبتها من عندي، ترى هذه بتشوفينها في تقرير ديوان الرقابة المالية، وأحد التوصيات أنه وزارة الإسكان يجب أن تعيد
أو تضع اعتبار لهذه الأهمية، لأن وايد كثير من اللي يستلمون وحدات ساكنية يهدمونها مرة ثانية ويبنون عشان التوسعة. فوزارة الإسكان لازم تضع يعني تشوف شنو المشاكل، شنو المعوقات، لأن هناك مخالفات تصير. نعم، هذا عن جانب مثلا من ضمن العناصر المهمة حق الإسكان. إيه؟ بالنسبة للتحسين، احنا من ضمن عناصر الاستقرار الأسري أو الحفاظ أو ضمن القضايا الأسرية اللي في الملف الأسري اللي تتبناه أستاذة سهى، اللي هو تحسين المستوى المعيشي. نعم، ما يعني تحسين المستوى المعيشي، شنو المقترحات؟ دام نقولك في الميزانية، تضخم اللي صاير، أنا يعني أنا احنا مثل ما نقول في بعض الظروف اللي لازم نراعي الدولة فيها، فأنت شلون بتحسنينها في ظل هاي الظروف الاقتصادية؟ صح صح كلامك، شلون نحاول نعدلها بهذه الظروف الاقتصادية أنت حين قلتيها. أنا دائما أقول حق يعني أنا فاتحة مقري، صار لحين شهر تقريبا من سجلنا مقر الانتخابي يعني في مجلسي، دائما أقول إن أنا إذا وعدت الناخب بأن راح أرفع من أجورهم أو أوظف العاطلين عن العمل أو 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 خدمات للمواطنين بدون أن أتطرق إلى الأشياء المهمة اللي تمكنني من ذلك، أنا قاعدة ألعب في عقولهم وعواطفهم. من الأشياء المهمة مثل ما قلتك الملف السياسي بالنسبة لي، تعديل اللائحة الداخلية لإعطاء مجلس النواب الصلاحيات اللي فقدها، اللي هو فقدها بنفسه. هذه واحدة. والثانية الاقتصاد. الاقتصاد نعم احنا عندنا دين عام، لكن في الربع الثاني العام 2022 نما الاقتصاد 6.9% في هذه الفترة، يعني هذه حقق زيادة سنوية تعد الأعلى منذ عام 2011 اللي هو الناتج المحلي الإجمالي. طيب يعني انتعش الاقتصاد، يعني لازم يوازي انتعاش للوضع المعيشي، لازم يوازي زيادة فرص عمل نوعية للمواطنين. فعندك أنت متوسط أسعار النفط العالمية 113 دولار أمريكي. طيب إنزين، إحنا وزير المالية يقول أنه يبي يتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد الإنتاجي. طيب شنو معنات اقتصاد إنتاجي؟ لازم عندك قطاع زراعي، لازم عندك قطاع صناعة. لما تروحين على السياسات الاقتصادية لمملكة البحرين اللي تم إصدارها أو اللي أطلقت في 2021 في نهاية 2021، بتشوفين تطرقت إلى عدة قطاعات، هناك مشاريع كبيرة في كل قطاع، قطاع السياحة، قطاع التكنولوجيا، قطاع المال. لكن لما تين على القطاع الصناعي بتشوفين محدودية المشاريع. فإحنا نحتاج أن ندعم قطاع الصناعة في الاستثمارات، يعني نضع استثماراتنا في قطاع الصناعة لأن هي اللي تولد الـ يعني الوظائف النوعية اللي احنا بنتكلم عنها. غير كذي عندنا احنا أصلا صناعات محلية، هذه يحتاج لها دعم. أنت لما تدعم صناعاتك المحلية هذه ممكن تصدر للخارج. فهناك في حلول أنا عندي في الملف الاقتصادي اللي يعني إن شاء الله إذا وصلت المجلس راح أطرحها، يعني كثيرة. مثلا عندي أنا أقترح أن احنا يكون عندنا هيئة لمكافحة الفساد، يعني تابعة لمجلس النواب. نعم احنا عندنا ديوان الرقابة المالية، يعني ولكن هذه يختلف. نعم. لا هذه الاختلاف اللي الاختلاف الاختلاف النهية تابعة لمجلس النواب، يعني ما هيها تقرير، لا هي اللي تعمل على هذه التقارير مع الهيئة بنفسها، يعني خاصة تحت مجلس النواب. هذه واحدة. عندك اقترح انه يكون عندنا هيئة او مجلس اعلى للتخطيط الاستراتيجي والتنمية. الحين كل وزارة تعمل استراتيجياتها بنفسها يعني لحالها، لكن لما يكون عندك هيئة للتخطيط الاستراتيجي هي اللي خلينا نقول تساهم معاهم في رسم السياسات، تتابع تنفيذ سياسات
والبرامج والمشاريع لكل وزارة حسب برنامج عمل الحكومة وحسب الميزانيات، تتابع تنفيذ توصيات حتى شو يسمونه سامعة، تتابع توصيات ديوان الرقابة المالية وحتى تحاسب. يعني شوفي إذا عندنا هيئة ذي هي مثل ما خلينا نقول مسؤولة عن كل الوزارات مثلا، يعني فهذه أحد الطروحات أو اللي أنا قاعدة أقترح أنه يكون عشان يساعدنا في الاقتصاد، وإحنا قاعدة نشوف انتعاش، وإن شاء الله يعني الدين العام طبعا يعني هذا الانتعاش عارفين هناك بعض الأمور، وإن شاء الله يعني هذا الانتعاش هو اللي راح إن شاء الله يفتح المجال إن إحنا نحقق تطلعات المواطن في رفع مستواه المعيشي. نعم هذا اللي إحنا نتكلم عنه إن شاء الله. نرجع لك أستاذ عبد الحكيم، يمكن بنكمل على اللي توقفت عند أستاذ سهى عن هو تحسين المستوى المعيشي، وعندنا الملف الإسكاني، فنبتدي بالملف الإسكاني. شنو أهم الحلول اللي أنت وضعتها لهذا الملف الإسكاني وبعدها إلى تحسين المستوى المعيشي؟ في الحقيقة الملف الإسكاني أيضا بعد شائك، ولكن وكأن وزارة الإسكان قد ألغت الملفات هذه على القطاعات الخاصة من خلال الخدمات اللي قدمتها في الآونة الأخيرة، مزايا الخدمات الثانية. ليش ما ألغتها بس؟ ليش ما أقول إن هي أوجدت عنصر مثل حلول لهذا الملف؟ أنا ما أعتقد إنه هو حل، أنا أعتقد إنه هو تملص من تقديم هذه الخدمة حسب دستور مملكة البحرين في المادة الخامسة، توفير السكن لكل مواطن بحريني. وحتى المسن إذا تعمقت في المادة نفسها، حتى تأمين الضمان الاجتماعي للمسنين والمواطن البحريني، وهذا أعتقد أنها هي فاطرة. بس هي ما زالت الخدمة الإسكانية مطروحة في حال أنت رغبت أن تتقدم كخدمة عادية وعندك الحل الآخر يعني. طيب إيه. فالحلول مطروحة للمواطن يختار مثل ما نقول الأفضل. ولكن ناس ما تطرقت أختي سهال أن أنا مثلا هناك شروط تقريبا تعجيزية، إذا أنا بفقد نص الراتب مثلا أو ربع الراتب على مدى 15 سنة، أعتقد أنها هي يعني وكأن الشخص راح شراء بيت من طيب قطع خاص يعني دي. فهذا يأخذ شريحة كبيرة من المجتمع أنه ما يبي ينتظر مثلا 20 سنة أو 15 سنة فيلجأ لهذا الحل، وبعدها يعاني كثير الحقيقة. لا احنا كنا على يعني أعتقد أن القطاع الإسكان احنا نحصل دعم من مجلس التعاون الخليجي وعن طريق مارشال، مو غلط ان احنا نسوي مدن، احنا قادرين يعني مملكة البحرين قادرة انها تسوي مدن حديثة، مدن نموذجية. لو احنا لجأنا مثل ديار وأمواج والدرة وهذا نسوي مدن على البحر وخارج اليابسة، احنا قادرين ان احنا نسوي مدن نموذجية، مدن تحلك مشكلة التعليم من خلال توفير مدارس المنشآت الرياضية. فلما نتحدث عن مدن نموذجية يعني أنها تحوي جميع القطاعات، احنا قادرين من خلال الدعم الخليجي لذلك، من خلال التخطيط الاستراتيجي دي. ولكن أن أنا ألقي ملف السكن على القطاع الخاص، بس هذا مو يعتبر صعب. جزء من الشراكة يعني مثلا القطاع الخاص في أكثر من مشروع قاعد نحن نطالب القطاع الخاص بأنه يكون شريك لو في المشاريع لو الوطنية، فالحين هو قاعد مثل ما أقول هو قاعد يساهم في هذه المساهمة دام إحنا نطالبه في هذا الجانب. شلون أنا مثلا أحس إن أنا لما عطيت الملف الإسكاني إن أنا ألقيت المسؤولية عليه؟ لو قلل قيمة الأرباح بيكون شريك فعلي، ولكن على المستوى الأرباح الحالية هذه اللي قدمها البنك أعتقد أنه هو شريك فعلي. إذن هل بتقدم مثلا هناك مطالبات بتقليلها؟ طبعا طبعا أنا يعني أطالب بالفعل إلى تقليل هذه الأعباء على المواطن، أطالب أيضا هناك حلول أخرى من خلال توفير مدن نموذجية، أيضا هناك حلول يعني أخرى لصناعة مدن كانتظار، كمحطة انتظار يعني وحدات محطة انتظار بالضبط. هي بتكون يعني على نموذج شقق
عمودية. هذه معمول فيها تقريبا يعني من قبل تم يعني شقق تعتبر قديمة. موجودة. كانت تعتبر محطة فترة ويقدر. موجودة موجودة ولكن بالمستوى اللي يعني يطمح لأي واحد ما تقدر تنتظر فيها. يمكن كلنا زرناهم وعارفين مستواهم. طيب هاي في الملف الإسكان بالنسبة للمستوى المعيشي. نعم. تحسين المستوى المعيشي للمواطن. تحسين مستوى المعيشة المواطن. إحنا في مرحلة يعني ولله الحمد أصبح التوازن المالي في البلاد متوفر، وقدروا من خلال الفترات السابقة أنهم يحققون بعض المداخل الإضافية في موازنة الدولة. وأنا الآن إلى النظر في الارتقاء بالحياة الكريمة للمواطن والارتقاء بالحياة المعيشية لأي مواطن في البحرين. ولذلك أنا يعني من الناس اللي راح أطالب باسترجاع 3% للمتقاعدين. من الأشياء اللي راح أسعى لها إن شاء الله تقليل الضريبة إلى 5 على الأقل، دام أن في سيولة متوفرة في البلاد. أنا عارف أن قيادتنا الرشيدة ما راح تقصر، وهناك طبعا حقوق أخرى يعني مزايا المتقاعدين اللي يعني أعطوا الكثير لهذا البلد. هناك أشياء كثيرة وطموحات كثيرة إن شاء الله راح نقدمها على مستوى الارتقاء بحياة المواطن البحريني إن شاء الله مستقبل. أستاذ عبد الحكيم تطرق إلى نقطة وايد مهمة اللي هو ملف التقاعد. يعني ملف التقاعد من الملفات اللي كان له أثير في الدور التشريع الفصل التشريع الأخير، وكان له ضجة في هذا الموضوع في هذا الجانب. يعني فبالنسبة لملف التقاعد، شنو نصيب هذا الملف في البرنامج الانتخابي أو الخطة الانتخابية اللي أستاذة سهى، وشون بتم حل هذا الملف، خاصة أن هذا الملف جدا شائك وجدا من الملفات الثقيلة اللي محتاجين إلى حلول جذرية، على أساس أن موضوع العجز الاكتواري ما يرجع لأكثر من مرة نرجع لنقطة الصفر. يعني هذه حلول مؤقتة، فإحنا محتاجين إلى حلول دائمة. فما هي الحلول الدائمة اللي بتضعها أستاذة سهى لهذا الملف؟ ملف التقاعد أو تعديل على قانون التقاعد الأخير أنا كنت من الرافضين له كمواطنة وكمتقاعدة كذلك، وقدمت كثير من شاركت كثير من في المحاضرات اللي تشرح حلول لملف التقاعد بدل الحلول التي طرحت واللي تم الموافقة عليها في مجلس النواب السابق. ملف التقاعد طبعا يعني من الظلم ان احنا نوقف الزيادة السنوية للمتقاعدين اللي هي 3%، لأن 3% ذي تقابل التضخم السنوي 3% العالمي. يعني احنا اصلا صار عندنا تضخم اخير في الفترة السابقة اكثر من 3%، 3.5% التضخم صاير. فانت تخيلي عقب شهرين لما ندخل في 2023 لن يكون هناك زيادة سنوية للمتقاعدين، فكيف المتقاعد راح يقدر يوفي لحاجياته المعيشية؟ أما الحلول لم تكن من اللي تم طرحها من الحلول، أنك أنت توقف الزيادة السنوية. لا، في هناك أشياء في ملف التقاعد المفروض تؤخذ في الاعتبار. اولا الاستثمارات في وين توضع؟ فاحنا هم بحاجه الى استراتيجيات لاستثمارات تنمي من صندوق التقاعد بدل الخسار اللي قاعده تصير. هذه واحده. شيء ثاني، مجلس اداره صندوق التقاعد لازم يكون هناك تمثيل للمتقاعدين، لازم كنسبة، لازم يكون هناك تمثيل للعاملين، وش اسمه التمثيل يغلب عليه التمثيل الحكومي. غير كذي القائمين على الاستثمار لازم هناك يكون ناس متخصصة في الاستثمار، عندها خبرة في الاستثمار، كفاءات في الاستثمار. ليش احنا نقول كذي؟ احنا ما نقول كذي اعتباطا، الأرقام تتحدث، الخسائر اللي كانت في الصناديق تبين أن قرارات الاستثمارية كانت خاطئة. غير كذي عندك مثلا يعني أرى من الظلم أن
أنا أوقف زيادة السنوية على المتقاعد 3% وكأني أعاقبه بسبب إفلاس الصندوق. طيب من ناحية ثانية، وهذه شيء من المطالبات اللي أنا إن شاء الله بطالب فيها في مجلس النواب، أن التقاعد لنواب لعام 2018 السابقين أنه يتوقف، لأن أولا هم لم يساهموا في الصندوق مثل الموظف أو المتقاعد اللي ساهم في الصندوق، لم يعملوا سنين طويلة للتقاعد عشان يصير عندهم تقاعد مثل ما الموظف والمتقاعد قاعد، الموظف يعمل والمتقاعد اشتغل 20-25-30 سنة ويمشي لهم تقاعد. نواب 2018 يمشي لهم بدال تقاعد تقاعدين، تقاعد عمله السابق في أي جهة كان وتقاعده كنائب. وإذا يا الحظ الحظوظ أنه كان في مجلس النواب يستلم مكافأة نائب، يعني يستلم 3 معاشات. يعني هذه أصلاً يرهق تقاعد النواب السابقين، هو من أرهق صندوق التقاعد، هذه واحدة من الأسباب اللي أرهقت صندوق التقاعد. فلو تتوقف، والمفروض تتوقف لأنها ما فيها عدالة في الموضوع، لازم توقف. فهذه يعني رأيي أنا في صندوق التقاعد، يعني وقلتها سابقا في كثير من المناسبات، ولازم نركز عليه في يعني في المجلس القادم. احنا المفروض مو بس نطالب بالثلاثة بالمئة للمتقاعد، احنا المفروض الحين في هذا الزمن في هذا الوقت في ارتفاع الأسعار هذه نطالب بأكثر من 3%. احنا لازم نعدل نسبة الزيادة السنوية عشان تواجه التضخم اللي صاير في العالم. يعني هذا التضخم ما 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 بيتغير، يعني خصوصا بالظروف الحالية اللي احنا نشوفها بارتفاع الأسعار. فغير كذي هناك ظلم في قوانين أخرى في ملف التقاعد، ظلم للمرأة، زيادة سن التقاعد زاد عليها، هذه بعد ظلم لها، يعني ما تتقاعد إلا بعد، يعني متى هي تبي تتقاعد قبل وما قادرة. فغير كذي يعني المتقاعد يخير بين معاشين، المتقاعد يخير اختار المعاش اللي تبي. انت اشتغلت هني واشتغلت هني، اختار، اشتغلت 15 سنة هني واشتغلت 15، اختار اي واحد منهم. ليش النائب ما قاعد حتى يخير؟ النواب السابقين يعطون تقاعدين بدون حتى ان يخير تبي ذي التقاعد ولا ذي التقاعد. يعني فهذه جدا ظلم على المتقاعدين انهم يتحملون خسائر صندوق التقاعد. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة وهذه المناظرة، ونشكر الأستاذ عبد الحكيم الشنو على وجوده ومناقشته ويانا ومشاركته هذه المناظرة، كما نشكر الأستاذة سهى الغوزي على مشاركتها معنا، وإن شاء الله يا رب الله يوفقكم في الانتخابات النيابية. وشكرا متابعين صحيفة الوطن، وإن شاء الله نلقاكم في مناظرة أخرى.